الله الله على الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا أهل الله مجزألي نسمة طيبين ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء متى شاءتنا. الله ادعي لهم رب السماء وقولوا امين ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقفنا عند الكلام على نهاية الكلام عن السواك وبداية باب الوضوء، وذكرنا في المرة الماضية عددا من سنن الفطرة التي يعني نص عليها الشرع الشريف وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها السواك ومنها الاكتحال ومنها الادهان ومنها نطف الإبط وقص الشارب وحلق العانة والختان إلى آخر. وقلنا إن مسألة الختان هي كما هو منصوص عندنا الشافعية، الختان واجب للرجال، أما الإناث فليس واجبا، بل قلنا إن الصواب في هذا الوقت أن نأخذ بالفتوى بأنه حرام لأنه يسبب ضررا يعني بالغا وينفذ عكس مقصود الشرع الشريف إذا صحت الأحاديث في ذلك، والأحاديث التي وردت في ختان الإناث ليست صحيحة. هذا ما قلناه المرة الماضية. الكلام عن الوضوء فيه أقسام، باب الوضوء سيتكلم عن أقسام. أول شيء بدأ به هو نواقض الوضوء، ما الأشياء التي تنقض الوضوء وسنعرفها معا. ثم بعد ذلك تكلم عن فروض الوضوء، هذه أو ما بدأ به من نواقض الوضوء عكس ما بدأ به بعضهم. بعضهم بدأ بالنواقض، بدأ بالفرائض ثم أتبعها بالنواقض، فأيهما الأصل؟ سيئة يعني أن تجعل الوضوء أولا، يعني أن تبني الشيء ثم تهدمه، أو أن تقول أن هذا يسبق هذا، لأن نواقض الوضوء هي التي تغلب على حالة الإنسان، والوضوء هو هذا الذي طرأ. الإنسان أصله يعني محدث بسبب النوم أو بسبب العادة البشرية، لكن الوضوء هذا الذي يطلبه منا الشرع هذا بخلاف هذا الأصل. فده مدخل التأليف حسب ما هو شايف إيه هو اللي يبدأ به. هو هنا بدأ به النواقض وقال رحمه الله تعالى: موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل. عدوا معايا بقى النواقض. يبقى أول حاجة الخارج من السبيلين، هذا هو أول النواقض. موجبه الخارج من سبيلي، هذا هو يشمل البول والغائط، كلاهما سبب في بطلان الوضوء. غير مني موجب التغسيل، استثنوا المني، فالمني لما كان موجبا للغسل لم يكن موجبا لما هو أقل منه هو الوضوء. واضح؟ وعندهم قاعدة يقولون: ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يستوجب أدونهما بعمومه. كلام يعني جميل وإن كان صعب في أول لقطة كده. بس ماشي تاني. ايش تقول القاعدة دي؟ بيقول: ما استوجب اعظم الامرين
بخصوصه لا يستوجب أدونهما بعمومه، الأول يعني قاعدة. لما نيجي نقول قاعدة ماذا تعني كلمة قاعدة؟ ها؟ القاعدة نعم ما اشتملت على أحكام كثيرة، أحكام فروع، لكن هي المعنى الاصطلاحي لها هو صحيح هذا ما قلته، ولكن المعنى الاصطلاحي هو أنها معنى كلي، معنى كلي في كلي وفي جزئي، كلي يعني له أفراد كثيرة، معنى كلي يستنبط منه أحكامه الجزئية. معنى كل الشرع الشريف جاءنا بعدد من المعاني الكلية، الضرر يزال، ده معنى كل. لما تيجي تستقرأ الشرع الشريف نصوص الكتاب والسنة وما ورد عن الفقهاء ستجد عدد من الفروع الضخمة التي تدل عليها هذه القاعدة، الضرر يزال. كما قلنا في الختان هذا يسبب الضرر، يعني قطع الطب بهذا فيحرم لذلك لأنه ضرر، كذلك قلنا في شرب الدخان، وهكذا نجد فروع كثيرة. مجرد النظر في هذه القاعدة يجعلنا نستنبط منها أحكاما، هذه معنى القاعدة، بمعنى كلي يستنبط منه أحكامه الجزئية، نستنبط منها الأحكام، زي ما هناخد بعد قليل برضو قاعدة أخرى. فهذه هي التي حافظت على الفقه، والذي يدرك القواعد ويستحكم دراستها يعني يسارع بتحصيل ملكة الفقه، بعكس الذي يحفظ الفروع فقط. الذي يحفظ الفروع فقط تختلط عليه، يبقى مش لا يدري ماذا سيفعل في الفرع، لكن القواعد هي التي تعطيه قوة في استنباط الأحكام الفروع. واضح؟ لذلك لا نكتفي بدراسة الفقه، فهم جزاهم الله خيرا أتوا لنا ببعض القواعد المهمة أثناء دراستنا للفقه. فهمنا معنى القاعدة؟ أدي معنى الإيه؟ القاعدة. القاعدة مش القاعدة اللي هي بتاعت أسامة بن لادن، لا، القاعدة دي بتاعت الفقه، عشان ما نيجي كنت بكتب بحث في بحث الماجستير، فكنت بترجم بالجوجل للأسف اللي هو الترجمة ده، فيكتب القاعدة بيترجمها، أنا عنوان البحث بتاعي قاعدة حفظ الدين، فبيترجمها القاعدة، فالقاعدة دي في الإنجليزية لا تعني إلا المنظمة الإرهابية اللي ذهبت دي، فده مصيبة. فطبعا رحت براجع البتاع كله وقعدت أصحح في الكلام، لا القاعدة اللي هي بالإنجليزية هي بيز، اللي عايز يعني يعرف. ماشي. ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يستوجب أدونهما بعمومه، كلام فائق رائع. ما الذي استوجب أعظم الأمرين بخصوصه؟ هذا هو المني. بصوا بقى كيف يفكر الفقيه. المني هذا له صفتان، له صفتان، صفة أنه خارج من السبيلين، أول صفة أنه خارج من السبيلين، شأنه كشأن الإيه؟ البول. واضح؟ لكن في ده عام، ده وصف عام. ليه وصف عام؟ لأن خارج من السبيلين يشترك معه البول ويشترك معه الغائط وقد يخرج الدم، نسأل الله العافية. فهذا خارج والمني خارج والبول غير إلى آخره، فده وصف عام لأنه يشمل على أكثر من فرع، فده عام. لكنه يشتمل على وصف خاص به أنه مني. فمني ده وصف خاص لا يشترك فيه معه غيره، فلا يشترك معه فيه لا البول ولا المذي إلى آخره. يبقى هذه الأمور هنا شيء واحد له وصفين، بعمومه وبخصوصه. فبعمومه هو خارج، وبخصوصه هو مني.
ماشي. فالقاعدة تقول ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه. إيه أعظم الأمرين عندنا في هذه المسألة؟ الغسل. الغسل أعظم من الوضوء، يعني أكبر وأشمل. فلما كان المني مستوجبا لأعظم الأمرين اللي هو الغسل بخصوصه، بخصوص كونه مني، لا يستوجب أدونهما بعمومه. ما ينفعش نعطي حكمين لشيء واحد. آدي الشرع الشريف، هو دلوقتي عنده شيء نستطيع أن نعطيه حكمان. هو الشرع جاءني ابتداء بالنص على أنه خروج المني يوجب الغسل، خروج المني يوجب الغسل، إنما الماء من الماء، وإن كان الحديث منسوخ يعني أو قيل بنسخ، فده يستوجب خروج، أو هذا الخروج يستوجب الغسل. لكن لو نظرنا في قواعد الشرع أن ما خرج من السبيلين يستوجب الوضوء، يبقى المني يستوجب الوضوء، يبقى هنا شيء واحد خد حكمين، الفقيه لا يقبل ذلك. فنظر في فروع أخرى فاستنبط هذه القاعدة فقال ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يستوجب أدونهما بعمومه. واضح؟ ولها فروع أخرى في القصاص، أن شخص قتل أكثر من فاستحق قتل، أو قتل وزنى مثلا، فالزنا عليه مثلا حد الجلد، ماشي، والقتل يستوجب القصاص، فأيهما أعظم؟ القصاص. لكن المسألة هناك يعني أحتاج إلى مراجعتها، هي فعل واحد استوجب أمرين، برضو فيها القاعدة دي. واضح؟ فالذي نستفيده هنا أن المني لما كان بخصوصه يسبب الغسل أو سبب في الغسل لم يكن مستحقا للوضوء، لأننا لا نعطي شيئا واحدا، حدثا واحدا، حكمين أو حكمين. واضح مفهوم القاعدة؟ آدي استثناء، لماذا استثناء المني؟ قال آدي أول موجب اللي هو الخارج من السبيل ما عدا المني. كذا زوال العقل. اثنين، زوال العقل. زوال العقل هذا يشمل أمور، يشمل حالة النوم الذي يزول عقله إما بالنوم أو بالإغماء، نسأل الله العافية، أو بالسكر. كل هذه الأحوال أحوال يزول فيها العقل، يعني الإنسان يفقد السيطرة فيها على نفسه، النائم لا يستطيع أن يعني يتحكم في أعضائه ولا حواسه، فلا يعرف هل يعني خرج منه شيء أو لا. كذلك المغمى عليه الحكم، والذي أذهب عقله بالسكر أيضا هو ليس في وعيه وليس في إدراكه. فأي من هذه الحالات تحت عنوان زوال العقل، كل هذه الحالات تستوجب الوضوء. فمن نام أو أغمى عليه أو أغمي عليه أو سكر، سواء كان هذا السكر بحلال أو بحرام، حلال يعني هو شرب شيء وهو لا يعرف أنه ظنه ماء، أو هو البعيد شرب خمرا يعلم أنها خمر، وفي كل هذه الأحوال زال عقله، يستوجب ذلك الوضوء. كذا زوال العقل لا بنوم، أو لا بنوم كل ممكن، يعني أنه يقول استثني من النوم من نام وهو متمكن. ماذا يعني متمكن؟ متمكن هو كل من وضع مقعدته على الأرض، مثل الجلسة اللي أنا عليها دي متمكن، أو حتى لو جلس هكذا قاعد كده، لو جلس على كرسي
بهذه الطريقة غير مستند. أهم حاجة الشرط في الممكن ألا يكون مستندا إلى شيء. لو مستند إلى شيء قاعد على الأرض أو قاعد على أي شيء يبقى لا ينفعش، لازم يكون قاعد كده، لأن هذه الجلسة يضبط فيها نفسه. فإذا نام على هذه الحالة فلا نقضى. من نام على حالة متمكن لا ينقض وضوء. طيب جابوها منين؟ لماذا قلنا هذا؟ قالوا لأن النص ورد بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يتأخر في صلاة العشاء، تخرج لهم في العشاء متأخرا بعد ما يؤذن العشاء، يخرج لهم بعد فترة يعني ما، فالصحابة طوال النهار في عملهم فيأتون وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلسون هذه الجلسة هي جلسة المتمكن، تخفق رؤوسهم زي ما بعضكم نايم أمامي الآن، تخفق رؤوسهم من الايه؟ من النوم. فإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قاموا ولم يتوضأ ولم يأمرهم النبي، ففهمنا من ذلك أن هذا يعني جلسة يعني الشرع أباح فيها لأنها يؤمن معها من خروج شيء. ولمس مرأة رجل، يبقى احنا كده الأول خارج من السبيلين، اثنين زوال العقل بالنوم أو بغيره، ثلاثة لمس مرأة الرجل أو الرجل المرأة. الشافعية قالوا إن كل لمس بين الرجل والمرأة الأجنبية التي ليست بمحرم يكون فيه الوضوء. وجد شيئا أو لم يجد، يعني وجد شيئا من الشهوة أو لم يجد، واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن الشافعي تمسك بظاهر قوله أو لامستم النساء، فكل لمس بين الرجل والمرأة بخلاف المحرم أو المحارم لا يكون فيه الوضوء. فهذا هو مذهب الشافعي. لما تيجي تبحث في يعني داخل الحواشي الحواشي تجدهم بعضهم فرقوا بين اللامس والملموس، يعني إن أنا الذي لمست، أنا الذي وقعت يدي، أنا اللامس يعني فينقض وضوئي، أو أنا ملموس يعني أنا غصب عني يعني بدون قصد، ففارقوا قالوا إذا كان لامسا نقض، وإذا لم يكن لامسا كان ملموسا لا ينقض. لكن ده مش عليه المذهب، لكن المذهب هو ذلك. لكن المشايخ دائما ما يقول لنا من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز. أنا أستطيع أن أنا إيه؟ أنا في خاصة نفسي أن أتمسك بهذا المذهب، قد يكون سهل، لكن في بعض أحوال الناس، الناس التي تتبايع وتبيع وتشتري، واحد في السوق خد بالك إذا أمرته بهذا يعني يشق عليه جدا، خصوصا اللي بيشتغلوا مثلا في بتوع القماش، كل اللي بيشتروا منهم حريم كلهم، واضح؟ فماذا يفعل الرجل؟ فليقلد من أجاز، لا تضيقوا على عباد الله دين الله، لكم في مذاهب المسلمين مندوح، مذاهب المعتمد كالمالكية الذين يقولون بالنقد إذا وجد شيء، أو أبو حنيفة الذي لم يقل بهذا أصلا. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إن الآية معناها أو لمستم أي فقط الجماع، واضح؟ فهذا وذاك يعني نستطيع أن نفتي به الناس، لكن أنت في خاصة نفسك افعل ما شئت. والله لو أردت أن تغلق على نفسك بابا وتعيش وحدك بمذهب واحد وتعمل بالصحيح في المذهب فقط فافعل، أنت حر، محدش هيقول لك حاجة. لكن إذا خرجت للناس وخطبت الناس وتعاملت مع الناس فعليك أن تتعامل معهم بما كان يتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرحمة. فالرحمة هي التي تجعل الفقيه لا يتمسك بمذهبه فقط، وإنما ينظر إلى سعة الشريعة. إذا ما ضاقت على شخص، هو المذهب هيفضل هو المذهب، وإحنا نغير المذاهب؟ المذاهب هي والأدلة موجودة ونحفظها، ولكن إذا أردنا أن نجعل الناس تحب الله ورسوله فعلينا أن لا نضيق على الناس حياتهم، واضح؟ خصوصا ان الناس اصلا يعني خلاص
الدنيا بقت أوسع من البتاع. يعني احنا دلوقتي بنقارن بين الدين ولا دين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الناس الآن بتتحايل عليها عشان تصلي أصلا، عشان تدخل المسجد، فلا تضيقوا على الناس. واضح؟ نعم. اللمس الرجل والمرأة، أي البالغين، البالغ من الرجل والبالغ من الأنثى، فالأنثى غير البالغة لا إيه؟ لا تنقض. واضح؟ قال لا محرم. لا محرم. نقولها برضو الحتة دي كانت مهمة يعني. ما سبب أو الذي هو في عقل الإمام الشافعي الذي جعله يقول بهذه النواقض؟ لماذا قال الشافعي بهذه النواقض؟ قالوا الشافعي جعل الأصل الأساس في النقد هو ما خرج من السبيلين. حلو؟ ما خرج من السبيلين هو الذي يسبب الايه؟ النقد. وما عدا ذلك فملحق به. فالنوم ملحق بها بالخروج من السبيلين، وكذلك اللمس زي ما سيأتي، ومس الفرج. لماذا؟ قالوا أو الشافعي قال أو في مذهبه قاعدة أخرى اسمها إنزال المظنة منزلة المئنة. الله الله يا ربي، الله الله، ومن قلبي علت وضى كده من منها، وصلى الفجر ولفف مصر وحوالينا. الله 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 أكبر من الدنيا كمن أكثر لو قلت.